اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج اي جي بوكس اوفيس. حلقه النهارده طبعا حلقه عن افلام العيد الاضحى. كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا كده كده الاسبوع بتاعنا بادي اصلا من قبل العيد بكتير، يعني احنا بنتكلم على ايراداتنا من يوم الاربعاء اللي فات حتى يوم الثلاثاء اللي فات. لو دخلنا كده على الهادي وبالراحة خالص مع أفلام العيد الأسبوع دوت اللي دخلت طبعا معانا، كان معانا حوالي 5 أفلام الأسبوع اللي فات وضفنا عليهم كمان 4 الأسبوع دوت. نشوف برضو كده الإيه. طبعا اي حد بيتفرج علينا لو شاف اي حاجه من الافلام اللي احنا هنتكلم عنها النهارده يا ريت برضو يعرفنا رايك ايه. العيد الاضحى الصوت تمام. نبتدي نتوكل على الله. اول فيلم معانا الاسبوع دوت هو فيلم ولاد رزق 3 القضيه، مش القضيه ممكن عشان الزملكاويه ما زعلوش. الفيلم حقق ايرادات الاسبوع دوت 93 مليون و900 الف، اللهم صل على النبي. طبعا احنا مش هنتكلم ان الفيلم متكلف 12 مليون دولار تكلفة انتاج لوحدهم، بس كده 3/4 جايين من هيئة الترفيه السعودية. وزي ما كنا بنتكلم ان المستشار تركي الشيخ يعني قال كل حاجة في اللقاء مع الزميل عمرو اديب، فطبعا تكلفة انتاج عالية جدا. حقق ايرادات في اليوم الواحد معدية 18 مليون جنيه مصري، ده غير طبعا ايرادات السعوديه، احنا بنتكلم على ايرادات اللي جوه مصر فقط يعني. فان هو يجيب في اسبوع واحد 93 مليون جنيه مصري فدي حاجه كبيره جدا. لسه قدامهم كتير عشان يغطوا التكلفه الانتاجيه اللي هي وصلت 600 مليون جنيه مصري. وبالتالي احنا يعني ممكن طبعا 600 مليون مش هيقدروا يجيبوهم كلهم من جوه مصر، احنا بنتكلم من جوه مصر بقى، بره مصر وباع خارجي وباع على منصات ثم قنوات فضائيه وهكذا واعلانات وكده. لكن لو وصلوا في مصر ان هم يوصلوا ل 200 مليون جنيه ايرادات من شباك التذاكر المصري، من جيب المواطن المصري، من جيب العاديات المصريه، فده هيبقى رقم تاريخي طبعا، هيتحط كريكورد لولاد رزق وشركات الانتاج اللي مشاركه فيه سواء من مصر او من السعوديه. لو اتكلمنا عن الابطال يعني غني عن التعريف اللي شاف الجزء الاول والجزء الثاني. الفيلم طبعا بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، ده الدور الجديد في الفيلم السنة دي، كريم قاسم طبعا الأخ الثالث، علي صبحي برضه دوره جديد معاهم السنة دي، ومعاهم طبعا محمد ممدوح تايسون. الفيلم إخراج وإنتاج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، وهم أعلنوا بالفعل إن هيكون في جزء كمان رابع في الفترة الجاية. احنا النهارده هنتكلم اكتر عن فيلم عصابة الماكس اللي هنتكلم عنه بعد شويه، هو في المركز الثالث. كل اسبوع كده هننقل لكم فيلم نتكلم عنه، ننقده كده بشكل لطيف لايت يعني عشان لو حابين تخشوه بعد زحمه العيد. ده كان معانا الفيلم الاولاني. المركز الثاني معانا هو فيلم اللعب مع العيال. اللعب مع العيال حقق ايرادات الاسبوع دوت 12 مليون و900 الف جنيه مصري. اللعب مع العيال طبعا هو بطولة محمد امام واسماء جلال اللي طالعه بقوه لانها موجوده في الفيلم ولاد رزق 3 وموجوده في فيلم اللعب مع العيال، فاسماء ليها فيلمين بتنافس نفسها في موسم عيد الاضحى اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. محمد امام معاه برضو مصطفى غريب وباسم سمره ودينا محسن اللي هي ويزو وبيومي فؤاد. طبعا الفيلم تأليفه وإخراج شريف عرفة وإنتاج برضه شركتين، لالا شين ومعاها هشام عبد الخالق. نيجي بقى للمركز الثالث وهو موضوع حديثنا النهاردة وهو فيلم عصابة الماكس. عصابة الماكس للأسف محققش إيرادات كبيرة، حقق إيرادات حوالي 5 مليون و600 ألف جنيه، وده هنتكلم عنه باستفاضة يعني مبدئيا كده نشوقكم. هو بطولة طبعا أحمد فهمي وروبي ومحمد أسامة أسقس وحاتم صلاح ولبلبة وأحمد فهيم ومصطفى بسيط. تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي وإخراج حسام سليمان. القصة والتفاصيل استنونا لآخر الفيديو. نيجي بقى للمركز الرابع وهو آخر فيلم جديد دخل معانا الأسبوع دوت وهو فيلم أهل الكهف.
فيلم أهل الكهف برضو عشان هو فيلم تاريخي إلى حد ما جد، فما جابش إيرادات كبيرة جدا في العيد، وهو يعني الأسبوع ده جايب 3.5 مليون. الفيلم طبعا بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح، فكده محمد ممدوح موجود معانا في فيلمين هنا، و ولاد رزق، ومحمد فراج وبيومي فؤاد اللي برضه موجود معانا في اللعب مع العيال، ومعاهم كمان ريم مصطفى. الفيلم تأليف أيمن بهجت قمر، وهو مقتبس عن مسرحية توفيق الحكيم بنفس الاسم وبنفس العنوان، إخراج عمرو عرف. فالأخين يعتبر بينافسوا بعض إخراجيا في الموسم دوت، شريف عرفة مع محمد إمام وعمرو عرفة مع خالد النبوي. ده بالنسبة للفيلم اللي في المركز معانا الرابع الأسبوع دوت. يجي بقى نكمل مع بقية الأفلام اللي موجودة معانا في الموسم. مكمل معانا من عيد الفطر الصغير فيلم السرب، هو في المركز الخامس طبعا، بيتراجع مع دخول الأربع أفلام التقال، فبيرجع ورا هو وبقية الأفلام. السرب عمل الأسبوع دوت حوالي 194 ألف، وبعد 7 أسابيع من عرضه بتصل إيراداته الكلية ل41 مليون. اللي ما شافش السرب طبعا، هو بطولة أحمد السقا وشريف منير ومصطفى فهمي ومحمد ممدوح تايسون، فما شاء الله تايسون موجود معانا بقوة، رغم إن هو ما ظهرش في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق يعني، فدي علامة استفهام بالنسبة لي. السرب برضه فيه عمرو عبد الجليل ودياب، تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال. يجي معانا في المركز السادس برضه بيتراجع فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، وعمل إيرادات الأسبوع دوت 156 ألف جنيه بس، وبعد 10 أسابيع من عرضه بتصل إيراداته الكلية ل61 مليون و400 ألف جنيه. فيلم طبعا فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، محمد ثروت وطه دسوقي والطفل جان رامز. فيلم تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي. يجي معانا في المركز الأخير الأسبوع دوت، وهو فيلم شقه. فيلم شقه رغم إن هو اتسرق واترفع واتذاع على التلفزيون في العيد دوت في بعض القنوات السي اللي موجودة على قمر الفرنساوي اليوتلسات، إلا إنه لسه بيجيب إيرادات ولسه في ناس بتخش، رغم إن عمرو يوسف موجود معانا كبطولة تانية في فيلم ولاد رزق، ولكنه هنا بطل أول في شقه، لكن إيراداته الأسبوع دوت عامل 68 ألف جنيه، وبعد 10 أسابيع من عرضه بتصل إيراداته الكلية ل78 مليون و700 ألف جنيه. فمعنى كده يا عمرو اللي أنت فيلمك الأولاني جايب 78 مليون كإيرادات كلية، فيلمك التاني في أسبوع واحد بس كأولاد رزق جاب 93 مليون. فشوف الفرق بقى، يعني أنت هنا 10 أسابيع جبت 78 مليون، لكن مع أولاد رزق في أسبوع واحد جبت 93 مليون. وده اللي بيوريك فرق وقوة الفيلم هنا، إن يكون فيه أبطال كتير غير ما يكون فيه بطلين بس. طبعا التلات أفلام دول اللي تراجعوا فيه، تلات أفلام كمان كانوا معانا وتقريبا إن هم خرجوا خلاص يعني، بيموتوا على الماشي وبنقدر ظروفك وتاني تاني، ضمنيا هم خلاص ساب لهم الخروج أو خرجوا بالفعل من بعض السينمات. الأسبوع الجاي مش هنشوفهم أصلا موجودين في السوق، مع دخول طبعا أفلام جديدة بداية من شهر يوليو المقبل. الفيلم بقى اللي هنتكلم عليه كده وننقنق في تفاصيله النهاردة هو فيلم زي ما قلنا عصابة الماكس. عصابة الماكس أول إخراج للمخرج حسام سليمان بشكل منفرد، كان مخرج منفذ قبل كده في مسلسل سر البتاع مع المخرج الكبير خالد يوسف، وبالتالي هو اشتغل مع فهمي في المسلسل كمخرج منفذ، والمرة دي هو شغال مع فهمي كمخرج لعمل درامي أول ليه كمخرج مطلق، يعني هو المخرج الأول في الفيلم. نتكلم بقى عن الفيلم شوية. الفيلم كقصة بتدور أحداثه حوالين المكسيكي. لو نرجع بالذاكرة شوية كده، الفيلم كازابلانكا في 2009 تقريبا، كان 2009 يعني على ما اتذكر، و
كان في شخصية كده من أول الفيلم عمالين يترحموا عليه، المكسيكي راح، المكسيكي جه، المكسيكي مات، وبيظهر في الآخر المكسيكي اللي هو أحمد فهمي. وبالتالي المكسيكي هو واحد من أفراد عصابة موجود في اسكندرية بيهرب بتاع، بس دايما بيبقى شغال لوحده ما بيلعبش معاه حد يعني. فبيقرر كده، في حد رجل أعمال اسمه الحلو بيقرر إن هو عايز يهرب مومية كليوباترا عن طريق السودان، و بيجيله فكرة المكسيكي اللي هو أحمد فهمي إن هو يكون عيلة وتمشي في أتوبيس مدرسة ويهربوا المومية من خلال هذا الأتوبيس. هنشوف بقى هل هينجحوا في تهريب هذه المومية ولا لأ. بصراحة كان في بعض التعليقات مني يعني عن الموضوع، أنا ما حسيتش بالمكان يعني، بقى في حاجة كان فاكرين كده نظريات زمان، نظرية اللا مكان واللا زمان. الفيلم ده فيه نظرية اللا مكان يعني، هو شوية احنا قاعدين في اسكندرية، شوية طلعنا على طريق الصعيد عشان نهرب نروح السودان، شوية رجعنا تاني عشان الموميا راحت فرجعنا تاني للبحر، هل بقى رجعنا اسكندرية رجعنا في أي حتة الله أعلم. شوية ورحنا لأهل روبي في الفيلم اللي هم صلاح عبد الله، فجنبيهم يعني في حقل ألغام وبتاع، فيبقى ضمنيا هم كده في العالمين، في سيوة، في مطروح يعني، في المنطقة دي. وبعد كده قرروا ان هم يروحوا الحفله، فطلعوا على طريق الغردقه، فهم صراحه ما شاء الله يعني لفوا مصر كلها من اسكندريه للصعيد لمطروح للغردقه، فيعني ودانا في كل حته في مصر بس هو من غير ما يعرفنا يعني، تقريبا المره الوحيده اللي كتب فيها على الشاشه كده بالبنط عريض ان الغردقه، غير كده لا مكان يعني، احنا مش عارفين احنا فين، انت بتتفرجوا بس يعني. نيجي بقى التفاصيل كده، ده زوانتوتة يعني. جايبين في الفيلم لبلبة، ولبلبة من ضمن أبطال فيلم كازابلانكا برضه، بس لبلبة هناك كانت طالعة باسم شخصية زوزو اللي هي كانت خالة أو أم خالة عادل، هنا هو حاططها في شخصية اسمها نوجا، ودي كانت راقصة سابقة واعتزلت وقعدت في دار مرسني. هنا بقى في حاجة، لو انت هتكسر لي الإيهام كنت فصلتني عن فيلم كازابلانكا، وبالتالي غيرت شخصية أحمد فهمي وبقى يسميه أي ما اسم بقى غير المكسيكي يعني، افصلني عن الفيلم التاني. لكن انت ما دام انت قررت انت كمؤلف أو كمخرج أو كمنتج اللي انت تربط بين الشخصيتين أو بين الفيلمين بشخصية المكسيكي، فخلي بالك بقى من باقي الأدوار، من باقي الشخصيات. هناك زوزو ماتت، فانت هنا مطلع لي زوزو هي هي، فانا اول ما هشوف الزوزو ايه، ما افتكر لبلبه ما هناك في الفيلم، وهو هناك مكسيكي وهناك لبلبه، فهمي ولبلبه وهنا فهمي ولبلبه، يا اما كنت اغير بقى اجيب ممثله تانية غير لبلبه تعمل الشخصيه، او ان انا اقصر المكسيكي باسم تاني يعني، كنت هعمل بقى فيلم تاني عصابه المكس بس بطوله مكسيكو ماكسو ماكسي ايا ما كان بقى اسمه ايه، في كريم شريف سوسو عبد السلام نادورجي ابو الماكس بنت اي حاجه، لكن ابعدني عن المكسيك. بدل ما انت ربطت بين الفيلمين يبقى كنت المفروض تلاحظ ان في هنا شخصيه متكرره في الفيلمين وممثلين متكررين في الفيلمين، وما ينفعش ان انت تاخدهم بشخصيات تانية. فانت انا ما فهمتش انت رابط بين الفيلمين ولا مش رابط بين الفيلمين، فده كان غلط. دور لبلبة كرقاصة كانت رقصت في الفيلم كده في مشهد من المشاهد بعد ما شربوا مخدرات بشكل او باخر يعني، بدأت الرقصة بصراحة ما عجبتنيش تصميمها خالص، ما كانش حلوة وما كانتش لايقة على جسم لبلبة، خاصة ان لبلبة كمان كبرت في السن، ففي مناطق معينة في إيديها وجسمها ما كانت محتاجة تتغطى يعني، كان في دراع مكشوف ودراع متغطي، لو كان الاتنين اتغطوا كان هيبقى ألطف بكتير، ما بينش تفاصيل مش حلوة في الدراع بتبين كبر السن بشكل كبير جدا، فده يعاب على المكير ويعاب على مدير الإضاءة والتصوير والستايلست، كلهم يتحملوا البدلة بتاعت لبلبة في الرقص. طبعا هي كتمثيل ما شاء الله عليها وربنا يديها الصحة، لكن الديفو ده كان واضح جدا بالنسبة لي ولفت نظري جدا، فكنت لازم أقوله لكم يعني. فده أول مشكلة في الفيلم هو دور لبلبة وتفاصيل اللي أنا كلمت فيها.
نيجي بقى لاحمد. احمد اداء الكوميدي طبعا احنا متعودين عليه. الفيلم هنا ما حققش ايرادات زي مثلا فيلم فيلمه الاخير. التاني كان مشغول عليه اكتر، هنا نسبه الكوميديا اقل شويه، مزود نسبه الاكشن. احمد ما بيليقش في الاكشن. تمثيليا في مشكله في عين احمد. في مشهد كده كانوا قاعدين عاملين عمليه تطهر، او كل واحد بيحكي ماضيه، بيتعرفوا على بعض كده وهم قاعدين يعني. فاحمد عمال يبص لكل واحد فيهم بصه انا ما فهمتهاش، يعني ما فهمتش ايه البصه، ولا هو استنكار، ولا هو تعاطف، ولا تحس ان هو ما كانش شايفهم في المشهد. فواضح ان احمد يعني نظره ممكن يكون قل، وهو ما بيلبسش نظاره، والشخصيه اكيد مش هيلبسه نظاره، لان هو الشخصيه ده واحد مجرم ومهرب، فهيلبس نظاره ازاي؟ فانا بقترح على احمد ان هو لازم يعمل عمليه ليزك، لان العين بتفرق في اداء التمثيلي. فدي كانت واضحه جدا بالنسبه لي، العين كانت فلات خالص في المشهد ده تحديدا، وهم قاعدين على الترابيزه، وحتى لما قام كلم روبي لما زعلت منه برضو كان فيها فلات. فمشاهد الاكشن كمان بينه وبين محمد لطفي برضو تحس ان هو بيضرب وبيضرب، التأثير ما كانش قوي على وشه، يعني ما كانش فيه رد فعل في أثناء الضربات. ما اعرفش بقى، ممكن يكونش عشان ما كانش مش واخد على مشاهد الأكشن، أو إن كان في حد ستاند أو بديل ليه في المشاهد ديت، فما كانش واخد الروح بتاعت الضرب، سواء التدافع أو رد الفعل الضرب يعني. ده بالنسبة لأحمد. نيجي بالنسبة لروبي بطلة الفيلم. انتاجيا برضو يعاب على الفيلم ان هم استخدموا في اغنيتين لروبي جوه الفيلم. الاغنيتين متوظفين بشكل كويس، لكن الاغنيه اللي تم الدعايه بيها للفيلم اللي هي خد بوسه، اغنيه عاديه لروبي، ده اللون بتاعها العادي وبتاع، ما تشدش الجمهور بتاع جمهور العيد. روبي عملتها كويس، ممكن يكون ادائها في الاغنيه او في الكليب او حركات جسمها هي حركات روبي العادية اللي متعودين عليها. لو شفنا كليبات قديمة روبي هتلاقي نفس الرقصات بنفس حركات الايد، وحتى ما كانش فيه كيلوجراف للاغنية، يعني ما اشتغلوش على الاغنية، ما خدموش لروبي عليها بصراحة. لكن كان في اغنية تانية في الفيلم بقى كانت تليق اكتر على العيد، كانت هتشد الجمهور يخش يتفرج على الفيلم اكتر، وكانت هتنفع الدعاية اكتر، هي اغنية السنبلاوين. في بداية الفيلم احمد بيروح يجيب روبي من بلد، لان هي شغالة مطربة افراح، فكانت بتغني للسنبلاوين باغنيه شعبي بستايل شعبي، دي كانت هتاكل جدا مع الجمهور، في الدعايه تبقى اقوى بكتير. ويا جماعه اتعلموا من السبكي، مش عيب تتعلموا من احمد السبكي. انت كمنتج جديد شركه ليجاسي معاك منتج قدير اتحاد الفنانين، كنت المفروض بقى تشتغل على ده. طبعا ممكن يكون ضعف خبرة، ممكن يكون ما فيش حد معاك كمستشار اعلامي للشركة، كان ممكن يقترح عليكم الاقتراح دوت، ان تكون الدعاية تتعامل باغنية السنبلاوين، واغنية خد بوسة ممكن تنزل بعد كده بقى، يعني اسبوعين ثلاثة بعد العيد اروح منزل خد بوسة كدعاية بقى، واغنية خاصة لروبي تشتغل عليها على صفحتها على السوشيال بتاعتها. لكن دعاية الفيلم كانت ممكن عصابة وبتاع، اغنية السنبلاوين كانت افضل بكتير جدا لما شفتها، حبيتها جدا اكتر من اغنية خد بوسة. كروبي بقى كممثلة اداها كويس، لكن معاش يعني في احساس عندي كده روبي ابتدت تتخن في الفترة الاخيرة، شكلها بقى مدي على شيرين عبد الوهاب. فارجوكي ما تسيبيش نفسك، اشتغل على نفسك اكتر كشغل جسماني، لا محتاجين نخس شوية. وده بان من اخر كليبين ليكي، الفساتين تبقى واسعه على منطقه البطن والرجل، فبتداري مشكله او دفوع معين. الفيلم هنا كان في مشاهد ليها مثلا في ملكه الجمال، لبست مايو بوركيني، طبعا يعني من ضمن الكوميديا بتاعت الفيلم يعني، ولكن مبين تفاصيل في الجسم مش حلوه. طبعا هي مش مقصوده للفيلم كدراما، ولكن وبين الدفوهات في الجسم. لكن اوفرول لا، في مشكله في روبي محتاجه تخس. فارجو ان مدير اعمالها واي حد بيسمعنا ويتفرج علينا يعمل لها تاج، لان احنا عايزينك نشوفك، عايزين نشوفك في افضل طله وفي افضل
شكل ممكن. لو كملنا بقية الملاحظات، كان في ضيوف طبعا شرف كتير جوه الفيلم. الكوميديا الرئيسية في الفيلم طبعا نبع من شخصيتين رئيسيين، هما حاتم صلاح اللي كان عامل دور البارون ومعاه مصطفى بسيط، لكن كضيوف شرف معانا بقى ناس كتير جدا، يعني محمد ثروت، هشام ماجد، حمدي المرغني. لكن يهمني انا تحديدا الشخصيتين كضيوف شرف، الشخصية الأولى هي أحمد السقا، والشخصية الثانية كريم فهمي أخو أحمد فهمي. أحمد السقا تم استغلاله بشكل محترم جدا، يعني دخوله كضيف شرف مشهدين اترمى عليه إفيهين فجاب ضحك مع الناس، فهنا استغليت الشخصية. لكن كريم فهمي طلع بدور عامل ديليفري في آخر الفيلم. هو الإفيه راكب، هحكي لكم الموقف، ان المفروض اول الفيلم هم بيتفقوا كعصابه، وبيبقى بيجي عامل دليفري بيوصل وجبه، فبيترمي الإفيه الاولاني. العامل الدليفري ده كومبارس، يعني الاولاني النص الاولاني من الفيلم اللي اداه جابوا كومبارس. فلما جابوا يختموا الفيلم هم عايزين يختموا بنفس الإفيه اللي اترمى في اول الفيلم كنوع من انواع الموازنه او التاكيد على الإفيه. فهنا راحوا جايبين ممثل نجم، كريم فهمي نجم، فيعمل الدور بتاع العامل اللي في اخر الفيلم. يا اما هنا بقى عشان اوازن الكفتين، يا اما كنت اجيب الاثنين ضيوف شرف، فيبقى هنا اترمى الافيه على ضيف وهنا اترمى الافيه على ضيف، او ان انا ما كنتش بقى اجيب التاني ضيف، يعني خلاص بقى ما كانش ليه لازمه ان انا اجيب كريم فهمي في اخر الفيلم، ما مش هيعمل اي تأثير، لان الافيه كده كده حتى لو اترمى على كومبارس فالافيه هيضحك، والافيه فعلا ضحك. فهنا الفكرة انا استغليت بعض الضيوف الشرف بشكل صح، لكن كريم فهمي تحديدا وجوده ما كانش ليه اي لازمة. يا اما كنت لازم اغير الكومبارس الاولاني في نص الفيلم الاولاني واجيبه كمان هو كمان ضيف شرف عشان يوازن الاتنين. يعني دي تقريبا كان دي ابرز الملاحظات اللي انا شفتها في فيلم عصابة الماكس. انا بقيمه عامة 7/10. هو فيلم لايت خفيف يمشي، يعني ممكن يحقق ايرادات شوية معانا، يعني يقعد معانا الشهر الجاي دوت كله لغاية ما تنزل بقى افلام موسم الصيف، بداية من شهر 7.5 7 وشهر 8 ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية. دي كانت حلقتنا النهاردة من EG Box Office. تحياتي محمد بدر.